فعل الحاضر الجزء الرابع. شو بدك زمانا؟ في حالة وجود حروف العلة آ أو آ في آخر الفعل يصبح لكل منهما خياران للإضافة، سنشرحها بالتفصيل بالأمثلة التالية. الأفعال أكل ودلنا إذا أهملنا حرف العلة آ ونظرنا إلى حرف العلة قبلها نستطيع على أساسها وضع الإضافة المناسبة، ونفس الشيء لو طبقناه على الأفعال سويلا ويكلا تصبح الأفعال كالتالي: أكليو، دينيور، سويليو، يكليو. نقدم لكم بعضا من هذه الأفعال في جمل مفيدة. بكونو دادوري سويليورم بجزا شاركي دينيوروز يزلك شلك يمك يكليورلار